أنا أصيل إنسان محب للسفر. طبعاً أول شيء أسويه لما أروح على وجهة جديدة إني أضيع. من الأشياء المهمة إن الواحد يسويها لما يسافر مكان جديد إنه يقرأ عن المكان وعن ثقافتهم ولغتهم وأهلهم وش عاداتهم عشان تندمج بسهولة مع المجتمع المحلي. وأهم شيء إنك تكون منفتح على تجارب جديدة وإنك أكيد يعني تنبسط بوقتك. صرت أشوف الحياة بصورة غير عن زمان. تغير منظوري للحياة. صرت أحب الحياة وميزاتها بعيوبها، وصار عندي شغف أكثر إني أكمل مشواري بالسفر صراحة، وأحس إن الموضوع بسبب الإدمان يعني صراحة السفر. الموضوع اختيار الوجهات تكون غالبا إني أختار وجهة ما هي مكلفة أو دولة مثلا غنية بثقافة. يعني لما تروح هناك تشوف الحياة وتشوف الشعبية وتشوف الأسواق والشوارع القديمة والأحياء القديمة، هذا الشيء اللي يعجبني في السفر أكثر شيء صراحة، وهذا الشيء اللي يخليني أختار وجهة السفر. طبعاً وسيلة المواصلات ما تهم كيف تكون، لكن تهم إنها تكون مواصلات هذا المقدم، باص، قطار، ترام، مترو، ما يهم. أهم شيء طالما إنها مواصلات عامة هذا الشيء يفرق، لأنه ضروري إنك تسافر زي ما السكان نفسهم محلين يسافروا. هذا الغرض من السفر، تعيش نفس حياة السكان المحليين. طبعا الفرق بين المدينه والطبيعه انك في المدينه تتعرف على الناس، وفي الطبيعه تتعرف على نفسك اكثر، وزائد انك توفر فلوس طبيعي. طبعا شيء جميل وممتع انك تجي هنا وتنصب الخيمه، تسوي لك شاي ولا قهوه وتقرا لك كتاب بين الاشجار، لكن اغلب الناس للاسف ما ينظفوا بعدهم، فرجاء اذا بتسووا زي كذا نظفوا بعدهم. طبعا زي ما قلت في بدايه المقطع كيف اني احب اضيع في المدينه او في الطبيعه، في حاجة كمان أسويها لما أروح على وجهة جديدة هي خدمة مجانية اسمها Free Tours. طبعاً هذا الشيء مدعوم من قبل السكان المحليين، بيجمعوا السياح أو الزوار على منطقة معينة للالتقاء في السيتي سنتر، وبعد كذا بياخذوكم بلفة على المدينة كاملة. في كتاب اسمه Into the Wild، وفي برضه منه فيلم، قصة حقيقية تتكلم عن شاب حب وقرر إنه يستكشف حياته ويخوض مغامرات. ويعني صراحة عمل ممتع جدا، انصحكم انكم تشوفوا. اكيد يعني مسألة الحنين والاشتياق لارض الوطن والاهل والاصحاب والاحباب مسألة صعبة، لكن على قولتهم يعني قاوم ما تكره لتصل الى ما تحب. هواياتي والله بجانب السفر خلينا نقول القراية ممكن وكرة السلة. يا تقول في هوايات؟ ما في والله هواياتك.